السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هالتربية توضح بشأن موعد بدء العام الدراسي الجديد وتوزيع الكتب. جددت وزارة التربية نفيها تحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أوضحت الموقف بشأن الكتب المدرسية. وقال المتحدث باسم وزارة التربية: لا توجد طباعة كتب لهذا العام حتى الآن، وتعمل وزارة التربية لإيجاد حل بهذا الشأن في الأيام المقبلة، وطلبت من المدارس توزيع المسترجع الصالح للاستخدام مجددا على الطلبة. وأضافت إن الكتاب الذي يسلم للطالب ملك عام ويجب الحفاظ عليه ليتمكن غيره من استخدامه. وحول موعد بدء العام الدراسي الجديد، أكد فاروق إن وزارة التربية لم تحدد حتى الآن موعد انطلاقته، وأكدنا إن هذا العام سيشهد عودة نظام الفصل الأول ونصف السنة والفصل الثاني، وتم إلغاء نظام الكورسات. وبالنسبة للدراسة عن بعد فالموضوع يخضع لتقييمات وحسب الموقف خلال العام الدراسي.